وإلى الذين بزعمهم ملك عند ليس بالبندقية لكن بالدعوة. أصحاب المدينة رؤساء المعهد العصري بديع الشمس السادة المدير كلية المعلم والمعلمة الإسلامية السادة الأساتذة بكلية المعلم والمعلمة الإسلامية والإخوان في العقيدة أحييكم تحية من قلب عميق بحبكم وبما لديكم وأبشركم سلاما من النور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم أنتم تمترون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، حمدا وشكرا إلى الله تعالى رب السماوات والأرض وخالق المخلوق وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صلاة وسلاما وشوقا على حبيب الرحمن محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان. وقال له ربه المنان إنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأتاه الله جوامع الكلام فلا ينطق إلا بالحق والصواب وأوضح لنا شرائعه وضوح الشمس يمحي الظلام ويبين لنا الدين قولا وفعلا وعملا خير بيان. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. وأقول شكرا إلى رئيس الجلس الذي قد أعطاني فرصة قليلة لتعلم الدعوة كي أكون الداعي الثقافي أمامكم جميعا. سأنتفع هذه الحصة المباركة بالبحث عن موضوع حور العين. ما أجمل هذه الليلة حين تسمعونها كأن رأيت وقوف النور على السماء تناوله الكواكب وتشاهد الفرس تسكن الزهرة. هذا اللفظ مشتق من الحور والحور أن يشتد بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها مع شدة بياض الجسد. لا تكون السمراء وحوراء قال الأزهار لا تسمى حوراء حتى تكون مع حور بيضاء لون الجسد. شبه الله تعالى الحور العين بثلاثة تشبيهات. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم.
في الرمم. وقال تعالى: وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لم يغير صفاء لا ضوء الشمس ولا عبث الأيدي. يا أيها الحاضرون الكرام، هل عرفتم لماذا شبه الله تعالى الحور العين باللؤلؤ المكنون؟ أيها شبه الله تعالى الحور العين باللؤلؤ المكنون لحسنهن وبهائهن وحسن منظرهن وملبسهن. وبياض الحور العين غاية في البياض لو أخرجت إلى الدنيا لملأ نورها أرجاء المأمورة. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جرحاني كريماني جميلاني ولهما منظر حسن بديع. يا أيها الإخوات ويا أيتها الأخوات، أريد أن أسأل إليكم يا أيها الأخوات، هل تريدون أن تنالون الحور العين في الآخرة؟ يا أيها الأخوات، هل تريدون أن تنالون الحور العين في الآخرة؟ أيها ويا أيتها الأخوات، هل أنتم تريدن أن تكون حور العين في الآخرة؟ أيها فلذا اصلحوا أعمالكم وزدوا عبادتكم وإيمانكم جدد نياتكم لعملهم. يا أيتها الأخوات، إن مرأة صالحة في الدنيا خير من الحور العين. يمكن كفيت هنا كلامي، أستعفيكم شكرا على حسن اهتمامكم. عسى الله يؤتينا المنفعة ببحثنا الليلة مع النجاح في كل أمورنا. حقق الله جميع أحلامنا أخيرا وليس آخرا. فأقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.